انطلقت فعاليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف، حيث تم تسليم عدد 89 جهاز كمبيوتر محمول لذوي الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.